بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم احفظ شيخنا ووفقه وفاعله واطل عمره على طاعتك يا رب العالمين. قال ابن مالك رحمه تعالى: الادغام. بسم الله الرحمن الرحيم. الادغام في اللغه الادخال، تقول ادغمت اللجام في فم الفرس، وفي اصطلاح الاتيان بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد دعاء واحدة، وهو باب واسع فيه إدغام المثلين وإدغام المتقاربين وإدغام في كلمتين وفي كلمة. ومقدمته: إذا اجتمع مثلان فإن سكن أولهما وجب الإدغام بثلاث شروط: ألا يكون أولهما هاء سكت، لأن يعني الوقوف مقدر عليه، نحو مالي يهلك، وفي قراءة ورش يقول مالي يهلك يظلمه، قال من جهة القياس ليس قويا قياس. وبشرط لا يكون أولهما همزة منفصلة عن الفاء، مثل لم يقرأ آية، الإدغام فيه ضعيف، فإن كانت بجانب الفاء الإدغام لا بد منه، لا يستثقل. سأل، لأل، رأس. والشرط الثالث ألا يكون مادة في آخر أو مبدلة من غيرها دون لزوم، مادة في آخر نحو يمشي ياسر، يدعو واصل، لا إدغام. فإن لم تكن المادة في الأخير يجب الإدغام، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا مرجوا، أو سفر هنا ذهاب المد لقوة الإدغام. فإن كان الأول مبدلا من غيره إبدالا غير لازم فالإدغام جائز واجب، كقراءة حمزة أثاثا ورئيا يبدل الهمزة ياء يقول وليا، الإدغام في هذا جائز بشرط أن لا يلبس، فإذا ألبس لا يجوز، مثل قوّل 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 لا يجوز، لا يجوز فيه الإدغام، لأنه يلتبس بالمبني المجهول من قوّل، إذا قلت قوّل. فإن كان مبدلا من غيره إبدالا لازما واجبا وجب الإدغام، كان تبنية من أوب مر بك أب تجمع وتقول أبوب أبوب، تنقل حركة الباء إلى الهمزة فتنضم فتقول أوب، اجتمعت همزتان مفتوحة فمضمومة، تغض الثانية وصار أوب. إذا بنيت منه مثال أبلم تقول أوب أوب أبلم أوب، الهمزة أوب، الهمزة أوب، الهمزة الثانية لا بد من إبدالها واو، لأنها سكنت بعد ضمة مثل أوتية، إذن هنا مبدل إبدال لازم، تقول في أوب أوب أصوى أبلم أوب هكذا. فإن كان لينا فقط وجب الإدغام، مثال ذلك أخشي ياسرا أخشو واقدا. وإن سكن ثانيهما، قلنا في الحالة الأولى سكن أولهما تحرك ثانيهما، الحالة الثانية بعكس ذلك تحرك أولهما سكن ثانيهما، لا يجوز الإدغام، لأن الساكن ضعيف والضعيف لا يتحمل أن يذوب في غيره أن يذهب في غيره، مثل رسول الحسن ومثل حللت. وإذا كان متحركين يجوز الإدغام بثلاث شروط: ألا يكونا همزتين مثل قراءة آية، ولا يسكن ما قبلهما نحو شهر رمضان، فالإدغام فيه ضعيف. أما إذا تحرك مثل جعل لك خيرا من ذلك فالإدغام جائز، جعل لك خيرا من ذلك، لأن أول مثلين لأنهما ليست همزتين، ولأن ما قبلهما لم يسكن.